يا صباح الأنوار، كيفكم يا صبايا؟ يا رب إن شاء الله تكونوا طيبين ومبسوطين. أخباركم؟ زمان ما تكلمت معاكم في فيديوهات. الصباح هذا مختلف إن شاء الله لأنه سجلت في نادي، فحاخذ فترة صباحية إن شاء الله، ونبتدي كذا مرحلة جديدة إن شاء الله يا رب تكون حابلة بالنشاط والحيوية يا رب. أول يوم الحمد لله إن شاء الله نمر بسلام، لسه باقي كلاس تدريبات مع المدربات، بس أنا لي الحين تقريبا ساعة خلاص أحس إجهاد، احتمال ما أقدر أتدرب معهم. بس كان يوم حلو وصراحة وقت فراغ حلو، الصباح كذا نقضيه في شيء مفيد. المرة اللي فاتت وصلوني متابعين ومتابعاتي قالوا لي جرب يا مال المرة الجاية القرص العقيلي، فراح أجرب بإذن الله. في الفران حطب كنت فيها بس ما فيها بيض ودجاج وزي كذا، فجيت اخذ من هنا كذا بس بيض كذا وزي كذا. إذا جيت أغير الموية للنبات الساق البامبو، الموية لا تكبيها كلها، كبي جزء واحتفظي بشوية من الجزء القديم. وطبعا نفس سقال البامبو، أول حاجة شوفي إذا كان فيها حاجة في أطرافها تبغى لها قص تحتاج عناية عشان ما تخرب لك باقي الورقة وتنزل على الساق. وبعد كذا طبعا رشيها، مجرد رش الأوراق، رشي الأوراق بس خلاص. وبعدين حطيها وغيري لها جزء من مويتها كل 10 أيام. هذا الطريقة اللي تحافظ لك ما شاء الله على ساق البامبو أطول فترة ممكنة، وأنا متبعتها وما شاء الله ما شاء الله تبارك الله كل ما لا تهلم ولا قوة إلا بالله. طيب، في آخر جزئية في الفيديو حبيت أتكلم معاكم عن واحدة من المتابعات قالت لي تكلمي معانا عن طريقة دخول اليوتيوب. طيب اليوتيوب ما يحتاج حبيبتي منك حاجة كبيرة، كل اللي عليك إنك إذا قررت إنك تفتحي قناة افتحي حساب واختاري موضوع اللي أنت تشوفي نفسك فيه وحابة تتكلمي عنه، سواء عن طبخ، فلوجات، ريفيوهات، تروحي أماكن تغطيها، شوفي الموضوع اللي تجدي نفسك وتشوفي نفسك فيه أكثر شيء، وممكن تجمعيها عادي كلها مع بعض ما في مشكلة. بس لازم يكون عندك صبر، يعني لا تفتكري انك اول ما تفتحي القناة على طول حيجيك متابعين وعلى طول حتجيك ارباح وعلى طول حتضربي في السماء، لا. الموضوع مرة محتاج فترة طويلة تأسسي لك قاعدة جماهيرية، تأسسي لك متابعين، ترسخي رجولك، وبعدين يجي فكرة تجميع الساعات وتفعيل القناة ويوصلك البين كود وتبدأ تجيك الارباح. حتى الارباح لازم تصبري عليها مرة صبر كبير وطويل، تحتاجي في الموضوع هذا الصبر، لأنه حتى الأرباح في ناس يفتكروا إنها الأرباح شهرية، لا مو شهرية طبعا، يحتاج الموضوع منك صبر كبير. ابدعي في القناة، قدمي فيها بدون مقابل، لا تنتظري مقابل، وهذا اللي راح يكبر قناتك وراح يخليكي ناجحة وضمن صفوف اليوتيوبر المتقدمة، حتى لو ما كان معدل المتابعين، ولكن بحب الناس يعني انتظار الناس لفيديوهاتك. كوني صبورة، كوني خلوقة، هذه هي أكثر أشياء اللي أقدر أوصيك فيها، كوني متواضعة،
لبي رغبات الناس، ردي على الناس، تكلمي مع الناس بأدب، ترفعي عن الإساءات. هذا بس اللي تحتاجيه عشان تكوني يوتيوبر متقدمة وناجحة وتنجح قناتك. أتمنى حبيباتي يكون كلامي فادكم.